بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل كلامنا على السي 13 ان ام ار. وزي ما احنا عرفنا الاسبوع اللي فات بنقول ان السي 13 ان ام ار او جهاز السي 13 هيدينا information about the number and the type of carbon in the molecule. يعني هقدر اعد الكربونز اللي موجودة جوه المركب عن طريق السي 13 سبكتروسكوبي. طبعا الجهاز زي ما عرفنا ان هو بيشتغل على اساس ان هو ديتكت السي 13، وطبعا لو في السي 12 هو اللي هي الايزومر السي 12، طبعا ده مش هيبان جوه الجهاز اللي بيبلي السي 13 زي ما عرفنا، لان ده هو اللي بيبقى ماجنتيك نيوكليار. ولو عاوزين نعرف النسبة زي ما احنا شايفين ان السي 12 بتبقى 98.9% والسي 13 1.1%، وهي ديت اللي الجهاز ديتكت الكربونز عن طريق السي 13 ان ام ار. طبعا شفنا الاسبوع اللي فات ان السبيكترم زي ما احنا شايفين هيبقى من 0 ل 220 بارت بير مليون، والتي ام اس طبعا هو الستاندر. وزي ما شفنا او قلنا ان هيبقى عندي ذا سيم رولز اللي احنا خدناها في الان ام ار في الشيلدينج والدي شيلدينج رولز. وطبعا شفنا التقسيمة على السبيكترم زي ما احنا شايفين من 0 لـ50 ديت للألكين كاربونز بتاعت الألكين، ومن 50 لـ100 عندي لو كربون ماسكة جنب أكسجين أو نيتروجين أو هالوجين أو كربون في سي تريبل بوند سي، والأوليفينيك كربون والأروماتيك هيبقوا من 100 لـ170، والاكتر من 170 طبعا هتبقى الكربون بتاعت الكربونين. وقلنا ان احنا بيبقى عندنا تو ميثود او عندنا نوعين من الاجهزة بتاعت السي 13. اول واحد اللي هو برود باند دي كابلينج، ودوت بيبين الكربون كأنها خط واحد كده زي ما هنشوف بعد كده في السبيكترم. وده الكربون فيه بتبان زي لاين كده او خط واحد سنجل لاين، علشان الجهاز بيشيل او ريموف كل الاتش كابلينج او كل البروتونز، الافكت بتاع كل البروتونز اللي موجودة على الكربون واللي جنبها، فعلشان كده بيبين لي الكربون بس as a single line. لكن البروتون اوف ريزونانس دي كابلينج ده بيشيل ريموف البروتونز اللي حوالين الكربون، لكن البروتونز اللي على الكربون نفسها مش هيشيل الافكت بتاعها، فهيبلي لو عندي مثلا سي اتش هتبلي دبلت، لو هي سي اتش 2 هتبلي تريبلت، لو سي اتش 3 هتبلي كوارتت يعني بزود واحد في السبليتنج، لو هي كربونه واحده يعني 0 زائد 1 هتبلي سنجل. طيب نيجي ناخد كل طيب ونتكلم عنه ونشوف هنحسب عدد الكربونز ازاي جوه المركب. لو انا عندي مثلا الكين زي اللي احنا شايفينه ده اللي هو CH3 CH2 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 CH3، دوت بيبقى فيه زي ما احنا شايفين 5 كربون، وعندي برضو الكين تاني اللي هو CH3 CH3 اللي هو احنا عارفينه طبعا كلنا الايثين. الالكين دي بتبان الكربونز زي ما اتفقنا بتاعت الالكين من 2 لـ50 بارت بير مليون. لو جينا نبص على CH3 CH3 هنلاقي ان لو انا جيت اشوف الكربونة دي هلاقيها زي الكربونة دي بالظبط. ليه؟ لان انا اقدر اقسم المركب اهو نصين، فيبقى CH3 دي سيميلر لديت زي ما احنا شفنا قبل كده، يبقى الكربون دي هتبقى زي الكربون دي، فبيدوني بيك واحدة اللي هي بتبقى عند 5.9.
لو انا جيت اقولك لو هي في البروتون دي كابلنج وعايزه اشوف السبليتنج بتاعه الكربون دي هتبقى ايه، طبعا دي سي اتش 3 يبقى 3 زائد 1 يعني 4، يبقى هتبلي ايه يا جماعه؟ هتبلي كوارتت. طيب نيجي نشوف بقى البنتين اللي هو قدامنا ده علشان اشوف او اعد الكربونز، فبرضو كل السيميلر او الاكويفالنت كربون هيدوا ذا سيم بيت. يبقى لو انا جيت ابص اهوت، لو وقفت هنا في الوسط كده بلاين، فبلاقي ان السي اتش 2 دي زي دي يبقى دي بيك، والسي اتش 3 زي السي اتش 3 دي يبقى دي البيك الثانيه، يبقى دي واحده اتنين. طب اللي هي سي اتش 2 اللي عليها سي دي طبعا مختلفه، فهيبقى كده معناه ان البنتين هيديني 3 بيك اللي هي A و B و C زي ما احنا شايفين. طيب مين فيهم اللي هتبقى مور شيلدد او مور دي شيلدد؟ بنقول ان المور سبستيتيوتد كربون هي اللي بتبقى ابير الداون فيلد، يعني كل ما بقت الكربون عليها الكايل اكتر من الهيدروجين بتبلي في الداون فيلد، لكن لو هي عليها هيدروجين اكتر هتبلي في الاب فيلد. طيب يعني لو جيت ابص هنا وبقول لك انهي كربون اللي هتبقى في الداون فيلد، طبعا هتبقى الكربون سي، لان السي ديت هي فيها الكايل جروب اكتر، فدي هتبقى مور سبستيتيوتد، فتبقى السي هي اللي في الداون فيلد، والسي اتش 2 طبعا اهي هتبقى قبلها، والسي اتش 3 اللي هي في الاطراف هي اللي هتبقى المور شيلدد، وبتبقى عند 13.8. طيب لو جينا نبص على البيكس وهنقول السي اتش 3 هتبلي ايه، سي اتش 3 طبعا عليها تل، يعني هنا بعد الهيدروجينات اهي اللي على الكربونه نفسها، هيبقى 3 زائد 1 4 تبقى كوارتت، والسي اتش 2 اللي هي بي طبعا هما 2، يبقى 2 زائد 1 يبقى تريبل. طب السي اتش 2 اللي عليها سي برضو هي عليها 2 هيدروجين، يبقى 2 و1 برضو هتبلي تريبل. طيب لو في الكترونيجاتيف اتوم جنب اي كربون من دول، يعني لو انا شلت اتش من السي اتش 3 وحطيت سي ال، هيبقى على طول ان ايه بتعمل لها دي شيلدنج زي ما احنا شفنا قبل كده. في الالكاين، الالكاين زي ما احنا قلنا ان الكربونز بتاعت الالكاين بتبان من 60 لـ90 بارت بير مليون، اللي هي في نهين الكربونز دي عندي اهو الكربونز بتاعت الالكاين، ادي واحده المكتوب عليها اي والتانيه اف. طيب هنا هيبلي كام بيك؟ طبعا هنا كل الكربونات مختلفه، لان مش هتلاقي ولا واحده شكل التانيه، لان عشان تبقى شكلها لازم المركب يتقسم نصين، هنا المركب ما ينفعش يتقسم نصين، فبعد كل الكربونز اكنها ديفرنت بيك كلهم نون ايكويفالنت كربون، يبقى هعدهم كلهم هكتب اهو ايه بي سي دي اي اف. الكربونز بتاعت الاسيتيلين زي ما احنا بنقول بتبقى متاثره بالانيسوتروبيك افكت، وبتبقى هيت موجودة في المكان اهو من 60 لـ90 بارت بير مليون. والكربونز اللي هي بعديها ديت تعتبر بتبقى في الاليفاتيك ريجون، بس طبعا كل ما قربت من كل ما بقت مور سبستيتيودد طبعا زي ما قلنا بتبقى مور دي شيل. ادي عندي الكربون سي اتش 3 هتبلي كوارتت، والسي اتش 2 تريبلت، وهنا برضو السي اتش 2 دي تريبلت، والسي اتش 2 دي تريبلت، لكن السي دي هتبان سنجلت، والسي اتش هتبان دبلت. طبعا سي سنجلت عشان 0 زائد 1 يبقى 1 يبقى سنجلت، والسي اتش 1 زائد 1 2 يبقى هتبلي دبلت. هيبقى هنا عندي كام سيجنال في المركب؟ عندي 6 سيجنال. طيب الالكينز، الالكينز بتبقى زي ما قلنا واخده في الاروماتيك ريجون اللي هو من 100 لـ170 بارت بير مليون اهوت. لو انا عندي اي حاجه هي فيها دبل بوند
فبلاقي ادي الكربونات اللي ماسكه فيهم الدبل بوند اهمت، هم بتوع الالكينز اللي هي مكتوب عليها A و B. طبعا التانيين CH2 CH3 طبعا دول في الالفاتيك ريجون، بس طبعا اللي هتبقى مور سبستيتيوتد زي سي هي اللي هتبقى في الداون فيلد عن التاني. طيب ده يبقى هنا قبل ما انقل على المركب التاني، لو انا عايزة اعد هنا كام، هل هنا عندي البيكس متشابهة هنا؟ لا طبعا ما عنديش، فاضطر برضو اعد الاربعة بيك اللي هي CH3 ديت ما عنديش زيها، يبقى ولا CH2 ولا CH ديت حتى شكل CH2، فيبقى كلهم different carbon، يبقى ABCD يبقى عندي اربعة سيجنال. طيب المركب دوت اللي هو السايكلوهيكسين دوت، لو انا عايزة اشوف بيديني كام بيك في C13، فطبعا هبص برضو على الكربونات، هو طبعا في 6 كربون زي ما احنا شايفين، منهم 2 كربون عاملين دبل بوند اهو هيبقوا في رينج الالكين، والباقي هيبقوا في الرينج بتاع الالكين. طيب علشان اعد كام بيك لازم اشوف هل مثلا الكربونة دي زي دي ولا لا. فلو زي ما قلت لقيت المركب بيتقسم نصين، يعني هنا مثلا لو بصينا جينا من عند الدبل بوند كده وعملنا لاين يقسم المركب، فبلاقي ان الايه دي او الكربونة بتاعت الدبل بوند دي زي دي بالظبط، يبقى الاتنين هحط عليهم ايه هيدوا نفس البيك. طيب والبيك ديت الاقيها زي برضو دي بالظبط، يبقى برضو هحط عليها بيك، هما الاتنين بي. طيب والبيك التالتة ديت اللي هي محطوط عليها سي برضو زي دي بالظبط، يبقى الاتنين برضو سي عشان الاتنين زي بعض، فيبقى عندي السايكلوهيكسين اهو رغم انه في 6 كربون لكن هيديني ايه 3 بيك. طبعا زي ما احنا شايفين البيكس دي في الاليفاتيك ريجون وديت في الاروماتيك ريجون. الاروماتيك كاربونز اللي هي بتبقى في البنزين رينج زي ما قلنا هتبقى في الرينج من 100 ل 170. طيب السي 13 دي بتبقى امبورتانت او فيري امبورتانت ان هي بتعمل لي ديفرنشيشن بتوين الايزومرز اوف بنزين. طب نيجي كده نشوف ازاي السي 13 تقدر تفرق لي بين الايزومرز. الايزومرز زي ما احنا شايفين لو انا عندي اهو ايزومرز اللي هو ال 1,4 بارا داي كلورو بنزين اهي، طبعا عشان انا هرقم من عند اول كلورينا وهروح للتانية بأقل رقم اهي 1,4 اللي بعده هيبقى 1,2 داي كلورو، يبقى ال 1,4 وال 1,2 داي كلورو بنزين، هنا اهي 1,2,3 هيبقى 1,3 داي ميثايل بنزين، وفي ال 1,2 داي ميثايل بنزين، وممكن هتفرق لي برضو ال 1,4 اهو ال 1,1 ميثايل اهي 4 برومو 1 ميثايل 4 برومو تولوين، و عندي اهوت برضو هنا 2 برومو تولوين، فدولت اقدر افرق كل اتنين عن طريق السي 13. طيب هنشوف ازاي هنقدر نفرقه. لو احنا جينا نبص على ال 1,2 داي كلورو بنزين وال 1,4 داي كلورو بنزين علشان اقدر افرقهم هشوف همسك واحد واحد واشوف هيديني كام سيجنال في السي 13. لو جينا نبص على ال 1,2 داي كلورو بنزين، لو انا تخيلت زي ما احنا شايفين ان انا حاطه خط اهو في الوسط، فبلاقي ان المركب فيه اهوت بلين اوف سيمتري، يعني اقدر اقسمه نصين. طيب يبقى ده معناه ايه؟ ان ده زي ما كأنه باصص اهو في المراية للتاني، ديت الكربونة دي زي دي يبقى دي اول بيك، والكربونة دي زي دي يبقى دي تاني بيك، والكربونة ديت زي ايه زي دي يبقى دي التالتة، يبقى عندي A و B و C، يبقى ده هيديني الايزومر ده هيديني 3 سيجنال في السي 13. طب لو جينا نبص على ال 1,4، ال 1,4 بلاقي ان انا ممكن اقسمه زي ما احنا شايفين بالشكل ده،
وممكن اقسمه من الناحية التانية. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هو عنده 2 بلين اوف سيمتري، يعني معنى ان الاي ديت بلاقيها زي الاي دي بالظبط، يعني الكربونة دي لو بصيت عليها هي والكربونة دي شكل بعض بالظبط. وايه كمان؟ ان البي دي زي هنا، دي زي دي ودي زي دي، وفي نفس الوقت ديت زي دي، يبقى معناها ان الاربعة كربون دول زي بعض، يبقى هيدوني بيك واحدة والبيك التانية اللي هي عليها الكلورين، الكربونة اللي عليها الكلورين، يبقى معنى كده انه هيديني 2 سيجنال في التشارت. يبقى معنى كده لو اداني 2 يبقى هو 1 4، ولو اداني 3 سيجنال يبقى 1 2. يبقى انا كده قدرت افرق بين التو ايزومر. نيجي بقى نشوف الوان تو داي ميثايل والوان ثري داي ميثايل، هل برضو اقدر افرقهم ولا لا؟ هنمسك برضو واحد واحد. لو جينا نشوف الوان تو داي ميثايل بنزين، بلاقي برضو ان هو اهو في بلين اوف سيمتري، فهنمسك كربونة كربونة ونمشي واحدة واحدة عشان نشوف اللي شكل بعض يدوا نفس البيك. فبلاقي ان الميثايل دي زي دي بالظبط، فبحط عليهم ايه؟ يعني هما الاتنين شكل بعض يدوا بيك واحدة، ودولت زي بعض يبقى دي تاني واحدة، ودي زي دي يبقوا 3، ودي زي ديت يبقوا 4. يبقى انا عندي A B C D 4 سيجنال. طيب لو هو 1 3 1 3 برضو اهو ممكن اقسمهم من الحتة هنا، فبلاقي ان البيك بتاعت الميسايل دي زي دي بالظبط، يبقى ادي اول واحدة، وادي تاني واحدة، ودي تالت واحدة، وهنا هل دي زي دي يا جماعة؟ لا طبعا مش زيها، مختلفة، لان دي ما جنبهاش اهي كربونة شايلة ميسايل، لكن دي فيها كربونات هي شايلة الميسايل، يبقى دي هتبقى مختلفة ودي هتبقى مختلفة. يبقى انا عندي كام بيك؟ ادوها A B C D و E، يبقى انا عندي 5 بيك. طب نيجي نشوف مثلا اكزامبل زي دي، لو انا عندي بقى برومو تولوين اللي هو 4 برومو تولوين و 2 برومو تولوين، هل هنا مثلا في المركب ده او ده هل يوجد في بلين اوف سيمتري؟ طبعا مفيش في الاتنين خالص بلين اوف سيمتري، يبقى معنى كده ان انا هيديني ايه؟ هيديني ديفرنت بيكس في المركبين. طيب نيجي كده نشوف المركب الاولاني ده، لو انا جيت ابص هنا هل اقسمه كده؟ ما ينفعش. طب اجي اقسمه كده برضو مش هينفع، يبقى دوت ما فيهوش ولا بلين اوف سيمتري، يبقى كل الكربونات اللي فيه مختلفة. ادي اول واحدة، تاني واحدة، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. هل اعد البرومين؟ طبعا لا، لان ده C13 يعني بعد الكربونز بس، يبقى هيديني 7 بيك. يبقى التو برومو تولوين هيدي 7 بيك. طب لو هو 4 برومو، الفور برومو لو جيت اقسمه بالشكل ده كده هينفع؟ ممكن اقسمه كده من عند الخط ده كده اهو، لكن ينفع كده؟ لا ما ينفعش. يبقى معنى كده ايه؟ ان انا ادي البيك ديت، ادي اول بيك، لان هنا مفيش ميسايل تانية زيها، ده الناحية التانية برومو، فدي مش هتبقى شكلها، وادي الكربونة دي مختلفة طبعا عن الكربونة دي، يبقى دي كده بيك 2 3. طب البيك دي زي دي؟ زيها، يبقى الاتنين دولت كده 4، والبيك دي زي دي؟ طبعا زيها، يبقى دي البيك 5، يبقى هيديني 5 بيك. اقولهم لك كده تاني، ادي هي ايه، ودي مختلفة بي، ودي زي دي يبقى سي، ودي زي دي يبقى دي، واخر واحدة ايه، لان دي مختلفة عندي، دي شايلة ميسايل لكن دي شايلة برومين. يبقى لو اداني 5 سيجنال في السي 13 يبقى هو 4 برومو ايزومر، لكن لو ادى 7 يبقى 2 برومو ايزومر. نيجي بقى للكربونايل كربون، وديت هي بتبقى مور دي شيلدت عشان بتبقى ماسكه في الاكسجين وفي الانيزوتروبيك افكت، فبتبقى الارقام بتاعتها او الكيميكال شيفت بيبقى فوق 170، بيبقى من 170 ل 200
و15، ده بيبقى كاركترستيك للكربونايل اوكسجين. طيب لو انا جينا نبص على التترا سبستيتيوتد او التراي سبستيتيوتد بنزين رينج، برضو اقدر افرقهم. يعني لو انا عندي ال 1 2 3 تراي ميثايل بنزين او ال 1 2 4 تترا تراي ميثايل بنزين، يعني يا اما 1 2 3 كلهم ورا بعض، يا اما 1 2 4 زي ما احنا شايفين. طبعا المسائل بتاعت السي 13 بيجي لي الاسم من غير ايه، من غير الاستراكشر، فانا لازم ابقى عارفه ارسم الاستراكشرز وازاي احط الثلاثه ميثايل 1 2 3 او 1 2 4. طيب لو هو 1 2 3 زي ما احنا شايفين، هلاقي ان انا عندي زي الخط اهو، اقدر اقسم المركب من هنا لنصين، يبقى الكربونه ديت اهي زي بتاعه الميثايل دي زي دي، لكن هل زي الميثايل اللي في الوسط؟ طبعا لا، يبقى دي دولت مختلفين، دولت زي بعض، يبقى دي ايه وديت مختلفة عنهم تبقى بي. طيب دي هل دي زي دي؟ لا، دي شايلة ميثايل، دي مش شايلة، يبقى دي مختلفة عن دي. طيب دي زي دي اه، ودي زي دي اه، يبقى انا عندي كام بيك؟ اجي اعدهم اهو، ادي ايه بي وبعدين سي وادي دي وهنا اي واف، يعني كام؟ هيديني 6 بيك. طيب لو جينا نبص على المركب ده، هل ده اقدر اقسمه من اي ناحية؟ لا ما ينفعش خالص، لانه بيبقوا مختلفين. طيب حتى لو انا جيت ابص على الميثايل دي ودي، هل دول شكل بعض؟ لا. هل الميثايل دي زي دي؟ لا طبعا، لان اللي جنبهم، يعني انا بشوف عشان اقول ان دي شكلتي لازم يبقى كل حاجة شكل بعض، اللي بعديها واللي بعديها شكل دي، فبلاقي ان هنا الميثايل دي جنبها اهي كربونة، والكربونة اللي بعديها شايلة ميثايل، لكن الميثايل دي جنبها الاتنين هم ان سبستيتيوت، يبقوا مختلفين عن بعض خالص. يبقى هعد كل الكربونز اللي موجودة في المركب، يبقى ادي ايه بي سي دي اي اف جي اتش، يعني هيديني 9 بيك. برضو ده نفس الكلام لو انا عندي اهو الايزومرز اللي قدامي دولت، اللي هو واحد، لو انا جيت اسمي المركب ده عشان ممكن يجيلي في الامتحان من غير استراكشر، ده اسمه ايه اهو، 1 3 4 5 6، فبقول عليه 1 3 5، 1 3 5 تراي ميثايل بنزين. طب ده 1 2 3 4 5 6، يبقى 1 2 5 6، 1 2 وبعدين 4 5 تترا ميثايل بنزين. طيب التو ايزومرز دولت هقدر افرقهم ان الايزومر ده اللي هو التترا ميثايل بنزين، اللي هو 1 2 4 5 تترا ميثايل بنزين دوت، ممكن اقسمه زي ما احنا شايفين كده، يبقى ده معناه ايه، وممكن كمان يتقسم من الناحية التانية بالشكل ده، فبلاقي ان الميثايل دي زي دي بالظبط، يبقى كلهم ايه. طب الكربونتين دول زي دول بالظبط، يبقوا دولت يدوا 1 سيجنال، والكربونه دي زي الكربونه دي بالظبط، يبقى دي تالت سيجنال، يبقى هم هقول ايه على كل الميثايل، ودي بي ودولت كلهم سي، يبقى هيديني 3 سيجنال. طب نيجي نشوف في ده هل هيدي زي بعض ولا لا، فبلاقي برضو ده ممكن اقسمه بالشكل ده، وممكن اقسمه من عند الميثايل دي، وممكن كمان اقسمه من عند الميثايل دي، يعني كل الميثايلز دي كلها زي بعض، والكربونات اللي شايلة الميثايل برضو كلهم زي بعض، واللي هم unsubstituted التلاتة زي بعض، فبلاقي برضو هيدوني 3 سيجنال. طيب نيجي بقى بعد ما خلصنا كده السي 13، عاوزين نشوف الحاجات دي بتيجي في الامتحان ازاي، او احنا لو احنا عندنا اي مسألة في السي 13 نقدر نحلها ازاي. طبعا هو علشان اقدر ارسم
السي 13 المركب من السي 13 بس، ده طبعا بيبقى صعب، لكن المسائل اللي هتبقى اكتر وديت اللي هنبقى نشوفها في الامتحانات وهنتدرب برضو عليها دلوقتي، اللي هيبقى فيها طبعا اي ار وان ام ار وسي 13، فبلاقي المعلومات كلها لما بجمعها بقدر ارسم المركب. فاحنا بس عشان نشغل دماغنا دلوقتي هنشوف ازاي احنا نحاول نرسم من السي 13، من الانفورميشن بتاعت السي 13 المركب بتاعنا. طبعا لازم هيديني الفورمولا في المسألة، لو انا عندي اهو سي 6 اتش 10، دي الفورمولا، يعني هو عن في 6 كربونات و10 هيدروجين، والسي في السي 13 بيديني دلتا، طبعا دلتا ايه بقى اللي هم عندي 3 زي ما انا شايفة 3 بيكس، وكل بيك يعني بيك عند 23، وكاتب لي بين قوسين تي، تي دي معناها تريبلت، و25 برضو تي يعني تريبلت، و127 يعني دي يعني دبلت، يعني دي اختصارات التريبلت ايه والدبلت اللي هي التي والدي. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي 3 تايب اوف ايه، معناه ان انا عندي زي ما احنا شايفين 3 سيجنال، يبقى انا عندي 3 تايب اوف كاربونز طالما اداني 3 سيجنال بس. طيب انا عندي كام كربونة يا جماعة؟ عندي 6، معنى ان 6 كربون ادوني 3 تايب اوف كربون، يبقى كده معناه ان غالبا هيبقى كل 2 كربون طبعا بيدوني ايه شكل بعض. طيب اعرف ايه كمان، او ايه كمان اللي هيدهوني هنا في المسألة، ان انا لو عندي 3 بيك، واحدة تريبلت تريبلت دبلت، ده معناه ايه؟ التريبلت يبقى هنقص واحد من التريبلت يبقى 2، يبقى معناها ان الكربونة دي هتبقى CH2. طيب والكربونة التانية برضو تريبلت يعني برضو CH2، والكربونة التالتة دي دبلت يعني CH، يبقى انا اهو عندي CH2 CH2 CH. طيب بجمع دولت واشوف فاضل لي كام كربونة، فبما بجمعهم بلاقيهم C3 H5، هطرحهم من الفورمولا بتاعة المسألة هيطلع لي نفس الايه البارت، يعني بلاقي الجزء الباقي اللي هو بيدي برضو ذا سيم بيك زي ده، طبعا هيطلع نفس دوت، يبقى معنى كده ان المركب عندي 6 كربونات بس هو بيتقسم او في بلين اوف سيمتري يقسمه نصين، يبقى therefore each two carbon are a are similar. طيب كمان بيديني ال presence of triplet و doublet ديت بتبقى indicate، عشان برضو المسائل اللي بعد كده ان انا عندي رينج في المسألة، يبقى معنى كده ان انا عندي 6 membered ring زي ما احنا شايفين، يبقى انا كده قدرت اهوت من المعلومات البسيطة بتاعت السي 13 اقدر ارسم المركب بتاعي. ادي عندي 6 membered ring، وادي كل كربونتين زي بعض زي ما احنا شفنا، ادي السي اتش اللي هي مور دي شيلدت اهي باينة في 127 طبعا عشان اولوفينيك كربون، وادي الاليفاتيك ادي دي زي دي وديت زي دي، ففعلا المركب اقدر اقسمه زي ما انا شايفة لنصين متشابهين. نيجي بقى نخش في المسائل اللي هي دي بتبقى زي طبعا ما قلنا ان ديت هي اللي بتبقى اكتر وديت اللي بتيجي في الامتحانات اكتر، عشان هي بيبقى فيها كل الاجزاء اللي احنا خدناها في السبيكترو في الترم ده. طبعا بعد ما هتاخدوا الماس ممكن طبعا نزود في الامتحان الماس، وبتستنتج برضو منه او بتتأكد بقى ان المركب فعلا اللي انت رسمته صح، عشان بعد ما بترسمه بتطبق عليه الماس زي ما هتاخد بعد كده. طيب نيجي نشوف، ادي المسألة هيديني طبعا فورمولا، عندي C4H11N يعني في 4 كربونات و11 هيدروجين ونيتروجين واحدة. طيب في الاي ار بيقول لي ان انا المركب ده بيديني بيك عند 3400
سنتيمتر ماينس 1 و3200 سنتيمتر ماينس 1، وعندي بيك عند 2900 سنتيمتر ماينس 1. طيب في ال NMR بيقول لي هيديكي بيكس واحدة عند 1 بي بي ام، ودي بتبقى اس يعني سنجلت زي ما احنا قلنا، وساعات بيديني هي كام هيدروجينة. طبعا دول كلهم 9 هيدروجين، يعني 9 اكويفالنت هيدروجين بيدوا بيك سنجلت عند رقم 1، وواحد وثلاثة من عشرة اس برضو يعني سنجلت، ودي بتبقى مكونة من 2 اتش، ودي بنقول عليها برود سنجلت، واللي احنا قلنا عليها قبل كده ان دي بتبقى انديكيت ايه زي ما قلنا برود وسنجلت، ديت بتبقى انديكيت ال ان اتش او الاو اتش. طبعا هنا عشان الفورمولا فيها نيتروجين يبقى ديت بتبقى انديكيت ال ان اتش 2، وبيديني في السي 13 2 بيكس اللي احنا شايفينهم، واحده هتبقى كوارتت والتانية هتبقى سنجل. طب نيجي بقى نمشي واحدة واحدة ونشوف نقدر نرسم ازاي، او كل حاجة لازم همسكها واخد منها المعلومات او هتديني استنتاجات. اول حاجة البيكس اللي هي 3400 3200 سنتيمتر ماينس 1 زي ما احنا خدنا في الاي ار، دي انديكيت ال ان اتش 2 بيك، وطبعا بتبقى فوركت بيك وليها اتنين قرايتين اللي هما اهو السيمتريك والاسيمتريك ستريتشنج فايبريشن اللي احنا عارفينها قبل كده. طب ال 2900 سنتيمتر ماينس 1 برضو دي عارفينها، ان قلنا لو البيك قبل ال 3000 هتبقى اليفاتيك سي اتش، ولو بعد ال 3000 طبعا هتبقى اروماتيك، هنا طبعا اهي اليفاتيك. طيب يبقى ديت الحاجات اللي احنا استنتجناها من الاي ار. طب ال ان ام ار هنستنتج منه ايه؟ هنستنتج ان احنا عندنا من البيك الاولانيه اللي هي بتبقى باينه عند 1 بارت بير مليون، طبعا هي ديت في الاليفاتيك ريجون زي ما احنا خدنا في ال ان ام ار، وبتبقى سنجلت بيك بتدي بيك واحده، وهم عباره عن 9 هيدروجين. طب 9 هيدروجين ازاي هيدوني بيك واحده؟ لازم ان هما 9 هيدروجين دول يبقوا ايكويفالنت، ودي خدناها في ال ان ام ار الاسبوع اللي فات، قلنا طالما 9 وبيدوا سنجلت بيك دول ما يجوش ابدا الا من ايه، من الايزو بيوتايل جروب زي ما احنا شايفين اللي هي التيرشري بيوتايل اهي، بيبقى عندي كربونه وماسكه فيها 3 ايه 3 سي اتش 3، طبعا التلاتة سي اتش 3 جنبهم اهي كربون ما عليهاش هيدروجين يبقى 0 زائد 1 اهيت، يبقى يديني 1 يعني لازم هتبان سنجلت، والتلاتة زي بعض ودولت فعلا اهم ادي 9 بروتونز ايكويفالنت، فعشان كده بيدوا بيك واحده. طب البيك الثانيه اللي هي سنجلت عند 1.3 و2 اتش وبرود سنجلت ديت زي ما احنا قلنا هتبقى انديكيت ال ان اتش 2 جروب اللي انا اصلا يعني استنتجت انها موجوده من الاي ار مع الفورمولا. طيب بجمع الكربونات دي كلها بتاعت الايزوبيوتايل والهيدروجين وبشوف هيبقى لي كام، فبلاقي ان عندي اهو 9 ايكويفالنت بروتونز وعندي الكربونز، فبلاقي الفراجمنت ده عبارة عن سي 4H9، لو انا طرحته من الفورمولا بتاعت المركب هلاقي ان مش هيبقى الا ال NH2 جروب طبعا، فهتبقى ماسكة في الكربون هيديني الستراكشر اللي احنا شايفينه ده. يبقى انا كده قدرت ارسم الستراكشر عن طريق المعلومات بتاعه الاي ار والان ام ار والسي 13. طيب نيجي نحل مساله كمان، طبعا احنا لازم نحل مسائل، طبعا في مسائل كتيره في الكتاب، فانت بعد ما بتخلص المحاضره ديت هتلاقي نفسك لازم تتدرب وتحل مسائل كتيرة اللي موجودة في الكتاب علشان تقدر تحل ان شاء الله في الامتحان. سي 5 اتش 8 او، يعني عندي 5 كربون و8 هيدروجين واكسجينة
واحدة، فبلاقي في الاي ار بيديني بيك عند 2950، وعندي بيك عند 1745. طيب دولت انديكيت ايه يا جماعة؟ ال 1745 دي انديكيت الكربونايل جروب زي ما احنا عارفين، يبقى معنى كده ان انا عندي كربونيل جروب. طيب والبيك التانية، البيك التانية اللي هي عند 2950 دي بتبقى انديكيت ان المركب بيبقى فيه أليفاتيك سي اتش، زي ما احنا قلنا في المسألة اللي قبل كده. البيك قبل 3000 بتبقى انديكيت السي اتش أليفاتيك. طيب من السي 13 يا جماعة، لو جينا نبص للسي 13 هلاقي ان انا عندي كام بيك اهم، نعدهم الاول، ادي واحدة اتنين تلاتة، بيبقى عندي تلاتة بيك، يعني معناها برضو ان انا عندي 3 kind of carbon اللي هم ايه، نرسمهم من المعلومات اللي عندي. ادي تريبلت يعني سي اتش 2، وتريبلت برضو بنقص واحد على طول وبرسم، ادي سي اتش 2، وسنجلت يعني سي. يبقى انا عندي التلاتة كاربونز بتاعتي. طيب كمان البيك 2018 بتاعت السي 13 ديت بتبقى confirm البريزنس اوف كاربونايل جروب، يبقى معنى كده ان انا عندي اهو 2 اليفاتيك سي اتش 2 والكربونيل، فبجمع برضو التلاتة فراجمنت دولت وبطرحهم من بقية الفورملا بتاعت المسألة، فبيديني برضو نفس الجزء اللي ايه اللي انا استنتجته، فده برضو معناه ان انا هيبقى عندي البيك بتاعت اهيت عندي رينج، وزي ما احنا شايفين اهي في كربونيل، ادي الكربونيل اللي احنا قلناها، واقدر اقسم المركب لنصين، فبلاقي طبعا البيك دي زي دي ودي زي دي، والكربونيل كربون، يبقى عندي تلاتة بيك. طبعا قبل ما نسيب المسألة دي، ساعات في يطلب لي في الامتحان ان انا احط الارقام على الكربونات، فطبعا المور دي شيلدت كربون اللي هي بتاعت الكربون بتاع الكربونيل هتبقى الكربون ديت، ودي 40 و20، يا ترى مين الاربعين ومين العشرين؟ طبعا كل ما قربت من الكربونيل هتبقى متأثرة بالدي شيلدنج بتاع الكربونيل، فهتبقى هي اللي عند الاربعين القراية الكبيرة زي ما قلنا اللو فيل، والعشرين هي هتبقى البعيدة، فهتديني الرقم اللي هو الأقل العشرين. نيجي بقى نشوف مسألة تانية، عندي C10H12O ال IR بيبقى عندي كام بيك؟ عندي أربعة بيك اهو، 3060 و2962، 1680 و1600. طب دولت انديكيت ايه يا جماعة؟ أول حاجة ال 1680 اهيت معناها ان انا عندي كربونايل جروب، 3060 طبعا ده معناه ان انا عندي بيك بتاعت سي اتش اروماتيك، و 2900 ديت معناها ان انا عندي طبعا سي اتش او سي اتش اليفاتيك، وطبعا ال 1600 ديت اللي هي البيك بتاعت السي سي. طيب ال ان ام ار هل انديكيت كده ولا لا؟ نشوف طبعا ده الحاجات اللي استنتجناها من الاي ار، فباجي في ال ان ام ار بلاقي عندي اهو بيك عند 1.08، دي بتبقى تريبلت، وبيقول لي انها 3 هيدروجين، يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي او انديكيت السي اتش 3 اللي احنا قلنا عليه. طيب وفي بيك تانية عند 1.79 وبيقول لي سكتت وايه، وعبارة عن 2 هيدروجين، يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي سي اتش 2 وسكتت، يبقى لازم ماسكة في ايه؟ في سي اتش 3 وسي اتش 2، عشان لما اجي اجمعهم يبقوا 5 زائد 2، قصدي 3 زائد 2 5، وواحد يبقوا 6، يبقى هيديني سكتت، يبقى
عندي اهو زي ما احنا شايفين، ادي CH3 CH2 CH2. طيب لو انا عندي مثلا بيك تانية 2 و95 وبيقول لي تريبلت واتنين اتش، يبقى معناها ان انا عندي السي اتش تو ماسكة في سي اتش تو تانية، علشان تبقى 2 + 1 يبقى دي انديكيت اهو اللي انا استنتجته من السكتت الاولانية. طيب 7 و45 ل 8.21 وبتبقى مالتبلت وخمسة اتش، ديت انديكيت المونو سبستيتيوتد بنزين اللي انا برضو خدتها او استنتجتها انها موجودة علشان موجود السي اتش اروماتيك في الاي ار. طيب انا استنتجت اهوت كل البيكس، طيب اركبهم بقى ازاي او دولت يبقوا محطوطين ازاي على الرينج؟ فبشوف بقى في السي 13، فبلاقي طبعا دي الكربونيلة هيت موجودة الكربونيل، فبلاقي عندي اهو بيك فوق 170 اهي اللي هي 200. البيكس بتاعت البنزين رينج طبعا هتبقى في الرينج بتاع الاروماتيك اللي هي 137 132 128 128، والاربعين والسبعتاشر والتلاتاشر دولت الاليفاتيك كاربونز. طيب طالما دوت مونو سبستيتيوتد يبقى لازم احطهم، هيبقى عندي سبستيتوانت واحد بس على الرينج، ودولت هحطهم ازاي على الرينج اهو. فبروح محطة السي او سي اتش تو سي اتش تو سي اتش ثري. طب انا حطيتهم كده ازاي علشان لقيت اهوت البيكس اللي هنا دي سكتت؟ طالما سكتت يبقى السي اتش تو دي جنبها السي اتش ثري والسي اتش تو علشان اجمعهم ويديني السكتت في الاخر اللي هي 3 و2 يبقوا 5، وتديني البيك تريبلت وديت تريبلت. طيب لو جينا نبص على مسألة زي دي اهي سي 8 H10O والاي ار 3300 وعندي 2950 و1600 و1500 سنتيمتر ماينس 1. طبعا عندي 3300 وهنا عندي اكسجين في الفورمولا، فده بيبقى انديكيت ان بريزنس اوف او اتش جروب. طيب وايه كمان انديكيت الاو اتش جروب؟ ان انا لازم هلاقي برضو بيك هنا بتديني برود سنجلت زي ما احنا قلنا، وممكن كمان ساعات في الامتحان يديك دي تو او اكستشينجابل. طالما هي دي تو او اكستشينجابل وبتبقى برود سنجلت، يبقى دي انديكيت الاو اتش او الان اتش 2 جروب اهو، بيديني انها 1 هيدروجين. يبقى ادي البيك اهي اللي انديكيت الاو اتش جروب اللي احنا استنتجناها من الاي ار. طيب البيك التانية اهي 2950 دي انتجات اليفاتيك سي اتش بروتون، والالف ستمية الالف خمسمية دي انديكيت زي ما احنا قلنا السي تريبل بوند سي. طيب من الان ام ار همسك بقى بيك بيك، ادي الواحد 1/10 وتي وسي اتش ثري دي انديكيت سي اتش ثري، ادي البرود سنجلت اللي احنا قلنا عليها دي هتأكد لي وجود الاو اتش جروب. التو دبلت بصوا بقى هنا هنشوف الحاجة اللي احنا شفناها قبل كده، ادي الدي والدي دولت في الاروماتيك ريجون زي ما احنا شايفين، وبيديني دبلت 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 دي انديكيت ايه؟ انديكيت الداي سبستيتيوتد بنزين رينج، ولازم كمان الداي سبستيتيوتد تبقى ايه؟ بارا سبستيتيوتد بنزين رينج زي ما احنا قلنا، فتديني دبلت دبلت في الان ام ار. يبقى معنى كده ان انا عندي 2 سبستيتوانت والاتنين هيبقوا بارا سبستيتيوتد تو اتش اذر. طيب تريبلت وكوارتت اهي بتبقى عندي اهوت في البيكس، ادي عندي واحده كوارتت وواحده تريبلت، دي انديكيت ايه يا جماعه؟ برضو اللي احنا قلنا عليها قبل كده، دي انديكيت الايسايل جروب. يبقى معنى كده
ان انا عندي باي سبستيتيوشن اهو عشان دبلت اوف دبلت، وعندي ايثايل جروب و او اتش، يبقى هحط في واحده او اتش والتانيه الايثايل زي ما احنا شايفين. نيجي بقى لإكزامبل زي ده، C3H7Cl(O). عندي مركب فيه 3 كربون و7 هيدروجين وكلورينا وأكسجين، فبيديني البيك زي ما قلنا 3352 في الاي ار و2961 و2889 سنتيمتر ماينس 1. اول بيك اللي هي 3300 طبعا دي انديكيت الاو اتش جروب، طبعا احنا عندنا اهو كلورين في المركب الاو اتش جروب. طبعا ادي البيك التانية في الان ام ار اللي هي انديكيت ان عندي او اتش اللي هي برود سينجلت 1 اتش، دي انديكيت الاو اتش جروب. طيب في عندي بيك عند 2.02 وبتبقى 2 اتش، دي معناها ان في سي اتش 2 جروب، والسي اتش 2 جروب بنتد يعني معناها ايه زي ما قلنا قبل كده، معناها ان حواليها 5 هيدروجين، قصدي 4 هيدروجين عشان ايه هطرح منها واحد، يبقى دي سي اتش 2 دي ماسكه في 2 سي اتش 2 اللي هما انديكيتد ب التريبلت والتريبلت اللي بعد كده. طبعا دي هتبان تريبلت اهي، هيبقى حواليها 2 سي اتش 2 2 هيدروجين، وبرده 3 و8 دي تريبلت يعني سي اتش 2 جنبها سي اتش 2. وفي السي 13 طبعا بيديني 3 بيك، يعني عندي 3 تايب اوف كربون، يعني معنى كده ان الثلاثة كربون دول مش شكل بعض، فبيديني فعلا 3 ديفرنت بيك، واللي هتبقى مور دي شيلدت طبعا اللي هتبقى ماسكه في السي ال. فبلاقي ان انا اهو برسم الثلاثه هما ماسكين في بعض زي ما قلنا، والاو اتش هي ماسكه في واحده والسي ال في الثانيه، يبقى مين فيهم اللي هتبان عند 59؟ طبعا اللي هتبقى مور دي شيلد. نيجي بقى لي سي 4 او سي 4 اتش 11 ان، عندي 4 كربون و11 هيدروجين ونيتروجين واحد. بلاقي في الاي ار بيبان عن 3300 و2950، فبلاقي ان 3300 دي انديكيت ايه، ادي بيك واحده ما هياش فوركت وليها قرايتين زي ما احنا شفنا قبل كده، فدي معناها ان انا عندي سكندري امين، و2000 طبعا 950 دي اليفاتيك اتش. طيب نيجي في الان ام ار بيقول لي ان انا عندي بيك عباره عن 6 اتش وبتبقى دبلت، ديت اللي احنا قلنا عليها قبل كده ناخد بالنا منها، طالما لقيت 6 اتش وباينه دبلت يبقى ده معناها ان انا عندي 2 سي اتش 3 ماسكين في سي اتش، يعني انديكيت الايزو بروفايل جروب. طيب طب السي اتش 3 الاثنين دولت هيبانوا ايه؟ بيبانوا طبعا اهو الثلاثه اتش بيبانوا سنجلت، ادي واحده سنجلت وسنجلت، ليه؟ لان هما جنبهم ادي سي اتش 3 دي جنبها سي اتش، وعندي 6 اهو 6 دبلت ديت عبارة عن السي اتش وجنبها السي اتش 3. طيب نمسك واحدة واحدة كده، اهيت عندي الان اتش سنجلت، وادي الكلمة اللي احنا قلنا عليها الدي تو او اكس تشينجابل، يعني معناها ان هي لما بحط الدي تو او البيك دي بتختفي لما برجع اعيد الان ام ار تاني، فدي انديكيت ان انا عندي ان اتش زي ما احنا قلنا. طيب 2.4 ودي بتبقى 3 اتش وفيها وبتبقى سنجلت، يبقى معنى كده ان انا عندي الثلاثة اتش يعني سي اتش 3 وبتبقى البيك بتاعتها سنجلت، وعندي
اتنين وسبعة من عشرة دي 1H وبتبقى سيبتت. ال1H سيبتت اللي هي ديت اهي عندي CH، دي اللي هي indicate الايزوبروبايل جروب مع البيك اللي هي فوق اللي احنا قلنا بتوع الميثايل اللي هي باينة دبلت. الاتنين دول indicate الايزوبروبايل جروب. السيبتت اللي هو CH اهو 3 و3 6 و1 7 يبقى هتبان سيبتت، والسي اتش 3 دي والسي اتش 3 دي اللي عباره عن 6 اتش وباينين لي دبلت. ليه؟ عشان جنبهم سي اتش جروب. طيب يبقى دي انديكيت الايزوبروبايل جروب، وانا عندي ان اتش جروب وسي اتش 3 جروب. طب السي اتش 3 دي عشان تبان لو هي كانت ماسكه في السي اتش كانت هتبان دبلت زي بقيه السي اتش اللي هم دولت، لكن علشان تبان سنجلت يبقى لازم هحط ال NH ديت في الوسط بين ال CH3 والايزوبروبايل جروب، ففعلا هتبان لي ديت as سنجلت اللي هي 3H سنجلت. يبقى هي دي صح. ليه؟ لان جنبها ال NH. طبعا ال H ديت بتاعت النيتروجين ما بتعملش سبليتنج مع البروتونز بتاعت الميثايل جروب. وادي الايزوبروبايل، ادي ال CH اللي هي باينه سبتت، وادي الاثنين سي اتش 3 اللي باينين دبل. طيب عندي كام تايب اوف كاربون هنا؟ لو انا جيت اشوف كام تايب اوف كاربون بتاع السي 13 اهو بلاقي عندي ادي دوت 1 تايب و2 3 تايب اوف كاربون. في المسألة دي انا حطيت لكم الماس عشان لما تيجوا تاخدوا الماس ان شاء الله تقدروا بقى تطبقوه، هتبقى خلاص اديني رسمت اهو معاكم الاستراكشر، فبتروح واخده وتعمل له فراجمنتيشن زي ما هتاخد بعد كده ان شاء الله في الماس. دي برضو مسألة تانية اللي هي C10H12O بيديني الـ IR عندي 1680 دي انتجيت الكربونيل جروب، وفي ال NMR برضو بيديني 6 H دبلت اللي احنا لسه متكلمين عنها اللي هي ال CH3 بتاعت الايزوبروبايل جروب، ولازم يبقى معاها ال ايه ال 3.5 ديت اللي هي 1 H بيبقى سبتت اللي هو بقيت الايزوبروبايل جروب. وطبعا عندي اهو 2 بيك، ثلاثة بروتونز واثنين بروتونز والاثنين مالتبلت دي انديكيت الفينايل جروب. وطبعا دوت برضو الماس هنحلها مع بعض او بتكملوا حل المسألة بعد كده، لان ايه بيجي لك في الامتحان برضو الماس فتقدر تستنتج منه او تتأكد منه ان انت رسمت المركب صح.